أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وهذه جولة مع صاحبة الجلالة واستعراض لأهم وأحدث ما طلعتنا به الصحف المحلية من قضايا وموضوعات وملفات كثيرة ومتنوعة. معي ومعكم في هذه الجولة الصحفية الصباحية الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشماع. أستاذ محمد صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين. أهلا بيك. تسمح لنا نبتدي مع حضرتك ومع السادة المشاهدين هذه الجولة الصحفية من جريدة الأهرام. والسيسي يعترض على قانون التجارب السريرية ويعيده للبرلمان. عبد العال الرئيس استخدم حقه الدستوري وعملنا لم يبلغ الكمال. كيف تابعت هذا الخبر أستاذ محمد واعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفاصيل ويعني ملامح هذا القانون؟ يمكن ناقشنا في نفس المكان عمليه اعتراض السيد الرئيس وعدم موافقته على مشروع القانون اللي اصدره البرلمان. كان اعتقد كان يوم 12 سبتمبر الشهر اللي فات، لانه ده برضو بيدينا مؤشر مهم جدا جدا ان يعني المجالس والمستشارين التابعين للسيد الرئيس بيدرسوا كل شيء بعناية شديدة جدا وبدقة فائقة. المشروع القانون لما عرض على السيد الرئيس للتوقيع عليه والتصديق عليه كان هناك اعتراض على عدد من موضوعات، عدد من مواد مشروع القانون، من أهمها أنه القانون بيشترط يعني وضع عدد من المواد بتبقى بمثابة عقبة في سبيل البحث العلمي والبحث الطبي بصورة خاصة، أنه بيشترط موافقة المجلس الأعلى للأخلاقيات المهن الطبية والمجلس الأعلى للبحوث وأجهزة مخابراتية للتأكد من ضمان إجراء التجارب وموافقة البروتوكول اللي بيتطلب إجراءات كثيرة جدا. بس هل لمن لا يعلم يعني نبذة سريعة عن قانون التجارب السريرية؟ التجارب السريرية حضرتك دي الأبحاث اللي بيتم إجراءها، أبحاث طبية بيتم إجراءها على عدد من الأمراض اللي بتبقى أمراض يعني خطيرة، أمراض جديدة، أمراض في محاولة إيجاد علاج لبعض الأمراض الخطيرة اللي بيعاني منها المجتمع. فدي بيتم عليها إجراءات يعني بروتوكولات علاج جديدة. تمام. من الممكن تنجح، من ممكن تكون نسبة نجاحها قليلة، ممكن تكون نسبة شفاء كاملة، من ممكن ما تحققش نجاح. فهنا المحاذير اللي وضعها مشروع القانون تخوفات صحيح. دي كانت يعني زي ما قال السيد الرئيس ان بتغل يد الباحثين وتضعهم في موقف الخائفين والمرتعشين من عملية صحيح. إجراء هذه التجارب. والبحث العلمي يعني لازم ياخد مجراه وياخد إمكانياته وضماناته أيضا. أيضا كان عدد من المواد اللي اعترض عليها السيد الرئيس انه بيشترط القانون بيضع عقوبات شديدة جدا جدا على الأخطاء، سواء كان هذه الأخطاء بسيطة جدا أو أخطاء يعني كبيرة. دي برضو بتخوف الباحثين من إجراء أبحاثهم. الشيء الآخر أنه إرسال عينات بشرية للخارج من بشرية من يعني مصرية للخارج لإجراء التجارب الجينية عليها، برضو ده اترفض لانه ده هيكلف تكلفه عاليه جدا، وخاصه ان الجينات المصريه تم بحثها. يعني هناك عدد من المواد اللي يعني بتعيق البحث العلمي وانطلاقه، والبحث العلمي ده يعني بيشتغل لصالح المجتمع ولصالح البشر. الشيء الاخر انه كان قبل اصدار هذا القانون كان هناك خلاف، لاني كنت متابع لهذا القانون، كان هناك خلاف بين لجنتي الصحه والتعليم في مجلس الشعب. كان هناك اعتراض من لجنة التعليم. تمام. لكن لجنة الصحة أقرت باعتبار أن المشروع يدخل في اختصاصها. صحيح. فخرج المشروع دون توافق مجتمعي وبرلماني عليه بالشكل اللي طلع به. لكن السيد الرئيس أعاد هذا المشروع القانون مرة أخرى، وأعتقد أن هذه الاعتراضات على هذه المواد هيتم مراجعتها مرة أخرى، لأن المجلس صحيح. الرئاسي للشؤون البحثية التابع للسيد الرئيس وضع عدد من الملاحظات، أعتقد أنها هتكون في محل اعتبار للبرلمان. طبعا كل الأحوال ستأخذ في الاعتبار، وفكرة إعادة النظر من جديد على هذا القانون وأخذ المحاذير أو التخوفات منه يعني تكون محل دراسة. وهو ما أكد عليه طبعا بطبيعة الأحوال رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال عندما قال أن عملنا لم يبلغ الكمال. واعتراض تمام. السيد الرئيس جاء في إطار استخدامه الحق الدستوري في بالزبط. هذا الإطار. طيب بننتقل من جريدة الأهرام إلى جريدة الأخبار وموضوع آخر عن إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي. نصار نهدف للارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وخفض عجز الميزان التجاري
التجاري، دي جزئية مهمة جدا، الحفاظ على التصنيع المحلي ربما من الغزو الذي يحدث له من وقت إلى آخر. يعني كان في فترة كان في غزو صيني على سبيل المثال للأسواق المصرية، وبالتالي كان في تراجع في المنتج المصري، ما فيش إقبال عليه، وده كان ليه تداعياته وتبعاته السلبية الخطيرة على اليد العاملة المصرية. عموما إيه اللي احنا محتاجينه عشان نحافظ على المنتج المصري الوطني من أي محاولات للغزو أو أي محاولات لاختراق الصناعة المصرية؟ عملية الصناعة المصرية، تطوير الصناعة وتحديث الصناعة المصرية، أعتقد أن احنا لدينا تجارب كثيرة جدا جدا للأسف الشديد لم تحقق الهدف المنشود منها. يعني كان عندنا لجنة تحديث الصناعة وأنفقت مئات الملايين من الدولارات على هذه اللجنة ولم تحدث الأثر المطلوب. لكن كان عندنا تجربة مهمة جدا في فترة التسعينات، أنه تم عمل حصر ودراسة شاملة وكاملة على كل الوحدات الصناعية ومجالات الصناعة في مصر، كان بهدف المشاركة وتعظيم المشاركة المحلية في إقامة المحطات النووية. فتم عمل حصر شامل لجميع المصانع وإمكانياتها وتحديثها والخطط الواجبة لتحديث هذه المصانع والوحدات بهدف تعظيم المكون المحلي في المشروعات القومية الكبرى. أعتقد هذه الدراسة موجودة، يستطيع السيد وزير الصناعة وكان بيشارك فيها أيضا وزير الكهرباء. هذه الصناعة، هذه الدراسة شاملة بصورة يعني بدون أي ثغرات، وتم تحديد ووضع خطة للنهوض بالمنتج المصري من الصناعات المختلفة. فإحنا علشان ما نلغيش كل اللي اتعمل وكل الإنفاق اللي تم إنفاقه واللجان والخبراء والدراسات والأزمنة ونضيع كل المجهود السابق، إن إحنا نشوف هذه الدراسات ونحاول تحديثها. والمسألة علشان نختصر الوقت والجهد والمال أيضا، إن إحنا عندنا يعني عنصر الوقت مهم جدا جدا. صحيح. وعملية المنافسة بتشتد وتزداد، وما عندناش رفاهية حقيقة كمان ضياع الوقت. بالزبط. يعني وما عندناش يعني زي ما بقول أي أموال نضيعها تاني. صحيح. أو نهدرها. صحيح. في إن إحنا نعمل لجان ونشكل لجان ونعيد المسألة من أول وجديد. طيب بننتقل لجريدة الجمهورية والمركزي يعلن بعض المؤشرات الإيجابية تتعلق بالاقتصاد. كما ذكرت جريدة الجمهورية، اقتصاد صاعد 12.8 مليار دولار فائض المدفوعات وزيادة إيرادات القناة وتدفق الاستثمارات. طبعا ده شيء يعني يسعدنا جميعا، وده بيؤكد نجاح خطة الاقتصاد، نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر والإصلاح المصرفي اللي حقق نجاحات كبيرة جدا جدا. وإحنا لدينا شهادات في يعني أكثر من رائعة من المنظمات الدولية، مؤسسات التمويل الدولية. صحيح. ومن الشركات العالمية في كل المجالات، أن الاقتصاد المصري بيتقدم وأن الاستثمار في مصر شيء مهم جدا، وأن مصر أصدرت من اللوائح والقوانين ما يسهل وييسر عملية الاستثمار. لكن علينا أيضا أن احنا نركز على نقطة في غاية الأهمية، يعني تفوق أهمية كل ما حدث، وهو مناخ الاستثمار، تهيئة مناخ الاستثمار في مصر. بمعنى عملية تيسير عملية الإجراءات، استخراج التصاريح، الحصول على الأراضي المرفقة، الاختصار الوقت، عملية إصدار التراخيص في كل المجالات الاستثمارية، واختصار الوقت ده عنصر مهم جدا جدا جدا. لأن زي ما قلت لحضرتك، مناخ الاستثمار أهم من اللوائح والقوانين نفسها. صحيح. عندنا لوائح وقوانين أكثر من رائعة والكل بيشيد بيها في الداخل وفي الخارج، لكن حجم الاستثمارات، حجم الإنجازات اللي تم في مصر، حجم غير مسبوق على الإطلاق، يعني يشبه بالفعل المعجزة. المشروع البنية التشريعية أكثر من رائعة. طيب لكن حجم الاستثمار اللي موجود ده، يعني ده حصتنا مفروض تكون قد كده مئات بل آلاف المرات من المشروعات الاستثمارية. فأتمنى عملية تهيئة مناخ الاستثمار، وده بمتابعة عمليات إصدار التراخيص، متابعة إرساء التيسيرات، متابعة شكاوى المستثمرين. صحيح. متابعة عمليات التصدير والاستيراد أو عراقيل، يعني تقديم المزيد من التيسيرات هو ده اللي هيخلي حجم الاستثمارات. لأن احنا ده مش حق، ده يعني ده يعني مش حقنا في الاستثمار. يعني احنا إذا كان عندنا في خلال السنة اللي فاتت أو السنة الحالية 15 مليار دولار، لا احنا مفروض قد كده مئات المرات. صحيح. لأن احنا يعني قدمنا استحقاقات هذا الاستثمار، لكن لم نستطع أن نحصل أو نجني أو نجذب حجم الاستثمار المناسب لنا كمصريين.
طيب بننتقل لجريدة المصري اليوم والكشف على 160 ألف مواطن في ثاني أيام مبادرة فيروس سي. وزيرة الصحة بدء المسح الشامل لطلبة المدارس من 12 ل 18 عام في يناير القادم بمشيئة الله. طعم مبادرة وتكليف هام جدا من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية القضاء نهائيا على فيروس سي في مصر. بدأ بالفعل المسح الطبي لهذا الفيروس، تابعنا من خلال شاشات التلفزيون والنزول للمراكز الطبية المختلفة. الإقبال حقيقة شديد جدا على عمل هذا المسح الطبي، وتحديدا ربما محافظة القليوبية على وجه الخصوص احتلت المرتبة الأولى في نسب الإقبال الملحوظة جدا على عمل هذا المسح الطبي. كيف تابعت هذه المبادرة وهذا التكليف؟ والله أنا تابعت هذه المبادرة بمنتهى السعادة والفرح، لأن دي مبادرة تاريخية بالفعل بكل ما تعنيه الكلمة، أن يتم الكشف على 45 أو 50 مليون مواطن مصري في علشان نحدد هذا المرض، وأيضا بيتم اكتشاف أمراض أخرى، فكون أن احنا يعني ننهض بصحة 50 مليون مواطن مصري في فترة زمنية يعني تعتبر بالقياس فترة زمنية ضيقة أو قليلة، ده شيء رائع جدا جدا، ودي يعني مبادرة في حضارية ومبادرة إنسانية، وفعلا سيتوقف عنها التاريخ كثيرا، لأنه كلنا كنا بنشكو مر الشكوى من سوء الخدمة الصحية في السنوات السابقة. المبادرة وطوابير الانتظار والتكلفة كمان المادية للعلاج، يعني كل ده يعني المبادرة بتأتي أيضا في مناخ رائع جدا جدا، القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الكبيرة اللي كانت بتنتظر بالسنوات، وقد يتوفى المريض قبل ما يجي دوره صحيح. في أنه هو يعمل العملية أيضا إلى كان جانب كان الأداء السيء في العديد من الوحدات الصحية في مختلف المحافظات. أعتقد أن في منظومة واستراتيجية متكاملة في مجال الصحة نقلتنا نقلة كبيرة جدا جدا جدا، نحن نقضي على المرضى فيروس سي وعلاجهم بالكامل، ونبتدي نعمل كشف تاني وفحص شامل على 50 مليون مواطن، ده شيء رائع جدا جدا، وأتمنى أنه يعني تنتهي هذه المبادرة، ويعني البوادر أن 160 ألف مصاب، ونتمنى نموذج النجاح ده يتم الاقتداء به في مجالات في أخرى بقى في كل المجالات الحياتية في مصر. يعني ده شيء مهم جدا، شيء رائع جدا. وبرضو المبادرة تم الكشف أعتقد أن في 160 ألف إصابة في اليوم الأول أو الثاني، ده شيء رائع جدا، يعني صحيح. صحة المصريين أعتقد أنها أغلى وأثمن ما يملكون أكيد. طيب من جريدة الوطن، الحكومة تخصيص خط هاتف على الواتساب قريبا لتلقي شكاوى المواطنين من أكوام القمامة. طبعا فكرة أن يكون هناك تواصل ما بين الحكومة من خلال خط تليفوني أو عبر الواتساب مع المواطنين ده شيء مهم جدا، لأن في ناس كتير بيبقى عندها شكاوى بس مش عارفة تروح لمين وتشتكي لمين. تاني حاجة مشكلة القمامة كمان عايزين نتكلم عليها بشيء بالتفصيل حقيقة. يمكن كان في الأول كان في بعض المناطق أو في بعض الأحياء في مصر اللي منتشرة فيها مشكلة القمامة، دلوقتي للأسف حتى الأحياء اللي كانت بتسمى بالأحياء الراقية أو اللي ما بقاش فيها ورقة في الشارع كمان أصاب هذا الموضوع، وانتشر في عدد كبير حقيقة من شوارعنا أكوام القمامة كالسرطان للأسف. إزاي نواجه المرض اللعين ده اللي انتشر في بلدنا، لأنه هذا يعني الصورة غير حضارية ولا إنسان ولا تليق بمصر ولا مكانة مصر حقيقة. يعني إحنا حققنا نجاحات ضخمة جدا جدا، يعني في مثل هذا اليوم من 45 عام حققنا انتصار تاريخي عظيم جدا جدا، وأنجزنا إنجاز كان يعني من المعجزات، وحققنا نجاحات خلال الأربع سنوات الماضية يعني تعد فعلا بكل المقاييس والمعايير معجزات. لكن للأسف الشديد مشكلة القمامة فشلنا في ان احنا نحلها، وانا يمكن كتبت اكثر من مره وكلمت تشرفت ان كلمت في هذه المحطه المصريه الوطنيه الرائعه عن هذه القضيه اكثر من مره، وقلت ان حتى حضرتك بتقولي ان اللي يبلغ
هيلاقي الاول كان حتى لما كان بيبلغ ما كانش حد بيسال فيه، والاكوام القمامه كانت صوره يعني موجوده بشكل غير انساني. يعني النجاحات اللي احنا حققناها دي كلها والمستحيلات اللي ما كناش نحلم ان هي تتحقق تم تحقيقها، ومشكله القمامه فشلنا ان احنا نحلها. فاعتقد ان هناك تحرك جاد من الحكومه بان تخصيص هذا الخط التليفوني للمواطنين للابلاغ عن هذه الاكوام القمامه او الاماكن اللي بتكسر فيها، لان دي بتسبب امراض وبتسبب حرائق وتلوث في المناخ وشيء يعني امراضها كثيره جدا جدا جدا. فده حل سريع، لكن هناك كان توجيه من السيد الرئيس للسيد وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة ووزير الشباب بوضع استراتيجية خلال شهر للقضاء تماما على مشكلة القمامة في مصر، واعتقد ان هناك إرادة سياسية حقيقية للقضاء على هذه القضية. واحنا عندنا السواب، السيد الرئيس ما بيتبنى موضوع او بيتبنى قضية بتحقق النجاح الكامل، ولنا بتجد تأييد ورعاية من السيد الرئيس كل الأجهزة. وده احنا لسه بنتكلم فيه مع حضرتك أستاذ محمد، فكرة زي ما كنا بنتكلم على فيروس سي ونجاح المصري الكبير حقيقة في القضاء على هذا الفيروس على مستوى مصر، والقضاء على طوابير الانتظار والمشكلات والتكلفة العلاجية الكبيرة. ده مفهوم ده يعني مشكلة كانت فعلا أكثر تعقيدة من مشكلة القمامة. فدي مشكلة، فهي يعني الفكرة لو توفرت الإرادة والرغبة الحقيقية ومع كل تكليف للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحسم الامر على الفور. اما انا بقول لحضرتك يعني احنا عايزين مشكله يبقى في استراتيجيه للتخلص الامن من هذه القمامه. احنا ممكن تيجي حضرتك نقعد اسبوع او اسبوعين او شهر الابلاغ وان يبقى في رفع للقمامه وبتاع، وبعد فتره نلاقيها جت تاني، لان ما فيش اليه للتخلص الامن من هذه القمامه. صحيح. الاليه صحيح. بتتضمن انشاء مصانع تدوير قمامه، تصنيع استخدام القمامه في انتاج الطاقه والوقود زي ما كل دول اوروبا بتعملها بقالها عشرات السنين، يعني دي مش اختراع جديد ولا حاجه جديده خالص. يعني المفروض يبقى في اليه متكامله للتخلص الامن، لان ممكن النهارده هيتم الابلاغ وتيجي اجهزه المحليات ترفع هذه القمامه وتلقيها بعيدا عن العمران. طب وبعدين مش عايزين مسكنات او العلاج الوقتي او اللحظي. بالظبط. عايزين آلية متكاملة للتخلص الامن ويبقى فيها استمرارية على طول بإذن الله. طيب، من جريدة الأخبار مدبولي، توجيهات رئاسية لتحديث قطاعي الصحة والتعليم، 900 مليار جنيه للخطة القومية للمياه خلال 10 سنوات. طبعا نهوض أي بلد في العالم لازم تقدمها مرتبط بالتعليم والصحة. بالظبط، ده الاساس. تمام. احنا ايه اللي عملناه لحد دلوقتي فيما يتعلق يعني لا احنا عملنا يعني انجازات الصحه واللي فاضل لنا لسه طفره يعني اللي حصل في الصحه ومستمر فيها، ده شيء رائع جدا جدا جدا. وزي ما قلت لحضرتك ده لانه ماشي في اطار منظومه واستراتيجية متكاملة بيتم تحقيقها طبقا لتوقيتات زمنية محددة وبمتابعة السيد رئيس الجمهورية. عملية التعليم أيضا أعتقد أن السيد وزير التربية والتعليم وضع خطة متكاملة، لكن كان ينقصها، إحنا بنؤيد هذه الخطة وبنشجعها والسيد الرئيس طلب كده أن إحنا نستمر ونشوف، لكن كان عملية يعني برضو تطوير التعليم اللي وصل إليه السيد الوزير كان من المفترض أن يبقى فيه مشاركة من المجتمع المدني لشرح مسألة التطوير، حتى أن أولياء الأمور يفهموا هذه الخطة، لأن هم أبنائهم هم المشاركين فيها وهم اللي هتنفذ عليهم هذه الخطة. فكان من الأولى أن يبقى فيه مشاركة مجتمعية أوسع في شرح خطة تطوير التعليم، لأنه لازم يعني الشخص اللي هينفذ شيء أو مشروع لازم يبقى متفاهم ومقتنع تماما بهذه الفكرة أو بهذه الخطة اللي هو هيطبقها وهو هيسير عليها. يعني ما ينفعش إن إحنا يبقى نعمل الاستوديو التحليلي في محطات الفضائية يقعد 3 ساعات عشان يعلق على ماتش كورة في دوري الدرجة الثالثة، وخطة تطوير التعليم اللي هو مستقبل مصر ما ياخدش ساعة يمكن كل يوم في الفضائيات. ما ده بقى فقه الأولويات يا فندم. فاحنا لازم يعني ندي أولويات، لكن بالنسبة لقطاع الصحة أعتقد أن يعني النهاردة يعني ملايين المصريين أصبحوا مطمئنين تماما على صحتهم وعلى مستقبلهم الطبي والصحي، لأنه الخدمات اللي بيتم توفيرها مع دخول تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على كل أبناء مصر أعتقد أن ده أكثر من رائع وشيء مهم جدا ومطمئن جداً. وبنشكر الدولة على
هذه الخطة. طب فرصة بقى ان سيادتك معانا اتكلمنا عن مقالك المهم في جريدة الأخبار في يوميات الأخبار للكاتب الصحفي طبعا الأستاذ محمد الشماعة، أكتوبر النصر العابر للأجيال. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، ومصر من نجاح ومن تقدم لتقدم. حرب أكتوبر المجيدة نموذج مهم جدا استطاع فيه الجيش المصري العظيم ان هو يحطم الأسطورة الصهيونية أو الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي هو القاهر الذي لا يقهر مطلقا، ولكن سواعد وأيادي الجيش المصري العظيم استطاع أن يحطم هذه الأسطورة الكاذبة. ما الذي كتبته من عناوين سريعة في هذا يعني المقال؟ ده احتفال بنصر أكتوبر ده يعني بالنسبة لي أنا شخصيا شيء أكثر من رائع، وهذه الأيام يعني في منتهى السعادة والفخر والاعتزاز بأن أنا مصري وأنتمي لهذا الشعب المصري، لأنه ما فعله الجيش المصري خلال حرب 73 شيء يدعو للفخر والاعتزاز. والنصر ده كان نصر مستحيل الحدوث ومستحيل أن الجيش المصري يعمله، لكن بالتخطيط والعزيمة والإرادة القوية والمضي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، أعتقد التدريب الشاق كل الظروف كانت ضد مصر في أن هي تحرر أرضها في سيناء، أرض سيناء الغالية، وأنه هناك كان موانع مستحيل عبورها، المانع المائي وخط بارليف وغيره، وأن كل الخبراء العسكريين يعني قالوا فيه ما قالوا أن صحيح. مصر لن تستطيع إلا حتى القنبلة الذرية مش هتستطيع باستحالة الانتصار، باستحالة صحيح. العبور والانتصار على الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي أصبح عنده النهاردة برضو فوبيا أن كل قبل أكتوبر يجي يحاول أنه يحطم من معنويات الشعب المصري ويقلل من هذا الانتصار العظيم، وانه البعض بيقول ان شبابنا يعني ما عندوش فكره عن اكتوبر، لكن نصر اكتوبر نصر عابر للاجيال صحيح. يعني كل اجيال مصر ما بعد 73 حتى من ولدوا بعد 73 واليوم وان شاء الله مستقبلا هيفخروا ويدرسوا هذا، وده دورنا احنا كاعلاميين وككتاب وكصحفيين. وانا شايف ان حتى الشباب اللي اتولد بعد حرب اكتوبر النهارده بيعملوا كتب ودراسات عن حرب اكتوبر صحيح. وهم في منتهى السعاده، شباب لسه اتولد بعد اكتوبر بسنوات طويله واللي انا كاتب عنهم دول ده حضرتك كاتبين كتب وعاملين دراسات شيء رائع جدا جدا اشاد به كبار المحللين العسكريين والاستراتيجيين والسياسيين. فده شيء رائع ان نصر اكتوبر هيظل حي في بين ابناء الشعب المصري. اتكلمت عن نصر اكتوبر والشباب ومصر ايضا في عيون العالم. مصر في عيون العالم، مصر النهارده يعني مثلا كلنا شفنا السيد الرئيس وخطابه امام الجمعيه العامه للامم المتحده والتقدير يعني المنقطع النظير اللي اشاد به بخطاب السيد الرئيس واصلاح الامم المتحده ودور مصر المحوري في منطقه الشرق الاوسط والعالم اجمع، كل دول العالم وزعماء العالم اشادوا به الزعماء السابقين والحاليين. يعني صحيح. شراك لما يقول جاك شراك الرئيس الفرنسي الأسبق لما يقول مصر هي دي مصر اللي بيحتاج إليها الشرق الأوسط والعالم صحيح. أيضا حتى الرئيس الأمريكي الأسبق قال إن مصر دي دولة مهمة جدا، دولة محورية ولها دور عظيم جدا ما نقدرش نغفله. فده شيء يدعونا يعني صحيح، وهي شهادات من غير المصريين، يعني يمكن لو كانت مصريين شهادة لأحد المصريين هتكون بطبيعة الأحوال يعني شهادة يعني ممكن البعض يشكك فيها، ولكن فيها انحياز شويه. شرفتنا نورتنا كل سنه وحضرتك طيب، سعيده بلقاء بحضرتك النهارده الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد شماعة. شكرا جزيلا يا فندم على تلبيه الدعوه وتشريفك لينا، ومتواصلين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذا الصباح بعد الفاصل موجز جديد لاهم واخر الانباء مع زميله نجلاء الجعفريه.